برنامج عنا اليوم. كنا حكينا البارح على التعيينات الجديدة اللي عينها رئيس الجمهورية واللي شملت 3 وزراء و3 كتاب دولة جدد في الحكومة الحالية. نذكروا لتعيينات هذه شملت حقائب تتعلق بمجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل. ومن بين الأعضاء اللي يشملهم التعيين هما فريال الورغي حرم السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط لسد الشغور الحاصل منذ أكتوبر 2023 بعد إقالة سمير سعيد. تمت استضافة فريال الورغي نهار الجمعة 14 جانفي 2022 في برنامج إكسبريسو بصفتها أستاذة اقتصاد وخبيرة في تقييم السياسات والأزمات الاقتصادية، وين قالت أنه تونس دخلت أزمة اقتصادية كبيرة في أوائل الثمانينات تشابه الأزمة الحالية، وتم حينها تطبيق تحرير الأسعار وتحرير التجارة الدولية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية. وقالت الورغي أنه تغيير السياسة الاقتصادية الحالية لا يعني التخلي عنها كليا وإرساء سياسات جديدة، لكن الاهتمام أكثر بالقطاعات الناجحة والمصدرة ودعم خلقها للقيمة المضافة وتحسين جودة منتوجها، مما سيمكن من دعم تنافسيتها وتحسين إنتاجيتها وخلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد. 72 نجح في تونس، وقتها نجح معناها تحسن الاقتصاد متاعنا بشوية بشوية. ما تنساش اللي زاد البريود هذيك كنا نعملوا اكستراكسيون دو بترول فوسفات، بعديك بديو فما اكسبورتاسيون متاع الماتيار بروميير. جي فان دي زاني 70 بدات دوزيام فما لي كريز بتروليير دابور، وفما لي جيزمون تاعنا بداو يفرق مع الازمة السياسية اللي تعرفها العباد الكل، اواخر السبعينات واوائل الثمانينات متاع بورقيبة كبر، ما عادش يجير بلو لو بيي كوم افون، ما عاد دخلت البلاد في ازمة اقتصادية كبيرة. في لي زاني 80 رانا عشنا أزمة اقتصادية تشبه ياسر اللي نعيشو فيها توا. دونك هالسيستيم هذايا صحيح خذا، صحيح نقص شوية في الشوماج 3% أبوبخي، مي ما ينجمش ستركتورالمون يمشي لك أكثر، معناها هو عاجز. هذاك علاش عشرية بين 2000 2010 هي اللي صعيبة في تونس. احنا قعدنا على نفس المنوال الاقتصادي، أي ما بدلناش، ألوغ كو هو توا هو قال راهو هو وحده خرج ثورة الموديل ايكونوميك نتاعنا اللي هو ما يخدمش، اللي هو عاجز كونه قلت لك إنه كخي با دو فالور. واحنا كملنا به بعد الثوره، ما فهميش يعني قعدنا بعد الثوره اون مانك دو كرياتيفيتي اون ماتيير ايكونوميك اون مانك دو داس اوسي باش نجمو نمشيو نعملو موديل جديد. راهو لي موديل راهو ما كري با لا رو، راهو لي موديل نجمو نشوفو البلدان اللي نجحت لي بي ايمرجون كيف ما كيفاش عملوا، راهم عاشوا ازمات اقوى برشا منا. كري دي موديل ايكونوميك لو ديفو لي كبار نتاعنا ما خدمناش برشا على الانفراستركتور باغ اكزومبل، ما تعديناش التو للديجيتاليزاسيون نتاع الادمينستراسيون. ذكر لي هذا كان وقت استقبال السيدة فريال الورغي اللي تم تسميتها ك دوك وزيرة الاقتصاد والتخطيط. كانت استضافتها نهار الجمعة 14 جانفي، دونك تقريبا 10 ايام التالي في برنامج اكسبريسو على اكسبريس اف ام مع وسيم بالعربي، على حسب ما كنا نسمع على الاقل. لو دياغنوستيك متفقين فيه الناس الكل وقراءتها للتاريخ الاقتصادي التونسي يظهر لي ما نختلفوش فيه. لكن اللي باش جوستمون لكن اللي باش يحدد مدى نجاعه السيده الورغي على راس وزاره الاقتصاد والتخطيط هو طريقتها والاليه والاليات اللي باش تستعملهم في محاوله تطبيق الافكار اللي تحكي فيهم هذوما، واللي وصلونا الى ثوره، اللي وصلونا الى ازمات اقتصاديه بيريوديك، وخلاونا ما نخلقوش الثروة كما يلزم تكون اليوم بلاد بعد ما يقارب 70 سنة من استقلالها. هو وليد اللي كنت تحكي فيه انت هذا كل كلام معقول، وفهمت السيدة الوزيرة بالكدا. بقى الحقيقة مانيش نشوف، ما سمعتش افكار، سمعت كما كنت تحكي ان كونستا عملت ان كونستا لتقريبا جل المختصين في الاقتصاد كوسوسوا من اليمين ولا من اليسار يتفاهموا عليه بدرجات متفاوتة. حكيت على فترة على نجاعة الواسو سوندوز، على فترة اللي هو يتناقش على أزمة الثمانينات، اللي هذوما الحقيقة زوز فترات يتناقشوا برشا زادة حسب الإيديولوجيا وحسب التوجه منين تخزر أنت للمسألة. أما أنا ما سمعتش أفكار ومقترحات. وخلنا نبدأ معك. أي نجم يكون الحوار فيه أفكار ومقترحات على فكرة، نجم يكون وإحنا خذينا كان الإكستري. لا مانيش نحكي على الإكستري، نحكي على السيدة الوزيرة وهي في المنصب من المفروض في وزارة ساعة. بداية تفاعلت معك مباشرة ما نقطة أولية ساعة كي نقرأ الوزارات اللي كانوا فيهم شغور
نطرح نقاط استفهام نقول مساج نسيناه الحكايه في ظل اللي صاير في غزه، في ظل الاكتواليتي اللي ساعات تهزنا نحكيوا مع وزاره الصناعه والمناجم والطاقه، وزاره الاقتصاد، وزاره التشغيل. وزاره التشغيل 11 شهر بلاش وزير، يعني هل معناها فما بالنيابه معناها مكلف بتسير الوزاره بالنيابه؟ اي، وعندنا كانت وزيره الماليه اللي تسير في وزاره الاقتصاد مع بعضهم الزوز. هل هذا معقول اليوم في وقت في وسط ازمه تقريبا الكل يقرأ، حتى نحن نحكيه على وزراء اليوم يخرجوا يعملوا ان كونستا حتى على الفتره اللي هما فيها، حتى على الشهر اللي فات وعلى العوام اللي فات يقول لك اليوم راه في ازمه، هل من المعقول الساعه كنقطه اوليه انه الوزارات هذوما الى حد الان هما كان فهم شغور؟ هذا سؤال نطرحوه بطبيعة ما نشوف نلقوا إجابة. النقطة الثانية في علاقة وليد بالتعيينات في حد ذاتهم، كنا سمعنا المقطع هذايا نتاع الكلام نتاع السيدة الوزيرة والملخص اللي قراته لنا زينب، للأمانة يعني راهو خلينا ننطلقوا من ثوابت باهي كيف يبدأ عنا ثوابت وركزين، من في وزارة كيف هذه راهو يلزم الوزير يشرح وجهة النظر نتاعو والتوجه نتاعو جوستومون باش ما نطيحوش في مسامات الوزيرة الأزمات اللي مرينا بها عبر التاريخ، تفسر لنا كيفاش وعلاش ووقتاش باش تعمل على المدى القصير لإيقاف النزيف، على المدى المتوسط والبعيد. جو سوي ديزولي، هذه البلدان اللي تحترم رواحها والحكومات اللي تحترم شعوبها تعمل هك. دونك هذه نقطة أولية على مستوى الشكل الساعة، أنه نعينوا ناس في وزارات بالشكل هذا، نحكي على وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة الاقتصاد، وزارة التشغيل، ساعة ما نفهمش انه نطرح سؤال كما طرحته انت وليد اليوم كصحفي تطرح سؤال ما نعرفوش على الوزير. لا يلزمنا نعرفه، راهو من حقنا ان نعرف، ننطلق ديما من الباز هذيا النقطة هذه ونتعديه. في علاقة بالتسميات ما فهمش الحقيقة كان نقطة الاستفهام ولا المطبات اللي موجودين عند وزيرة الاقتصاد واللي الناس الكل نعرفوهم اليوم، باش نشوفوا فقط تقريبا ربما من شهرين ثلاثة نفهموا توجه نتاع السيدة الوزيرة هذه، وهل فعلا باش يكون فما اصلاحات ولا خاطر ما دامنا منذ سنوات. كيفاش منذ شهرين ثلاثة نفهموا التوجه نتاع السيدة الوزيرة وهي شدت البارح؟ توا وليد السيدة الوزيرة جات باش تفسخ الدياجنوستيك اللي عملوه لقبلها منذ 10 سنوات، مش معروف الاقتصاد التونسي اشكالياته الكبرى على الاقل وين؟ تيمانا معروفين، ولا ماهيش تجي السيدة الوزيرة باش تبقى 6-7 أشهر عام باش تعمل الدياجنوستيك، هي جايه وعارفه ديجا باه. دونك وهذا حاجه باه، وهذا حاجه باه باه. الحاجه الثانيه في علاقه بالتسميات واللي ما نعرفش كلفتت انتباهكم ولا، اللي هو كيفاش هزينا اليوم نحكيه على السيد رياض شود اللي هو كاتب دوله لدى وزير التشغيل مكلف بالشركات. يبدو لي لنطق شود ما نعرفش. دونك السيد كاتب الدوله لدى وزير التشغيل مكلف بالشركات الاهليه، ما نعرفش كان لاحظت ولا، اللي هزينا الملف نتاع الشركات الاهليه اللي هو مره اخرى نعاود البياس ماتريس نتاع مشروع الشؤون الاجتماعيه، هزيناه حطيناه في وزاره التشغيل. هاي. لماذا؟ هذا يزيد مساج معناها خدمتنا على الاقل نطرح اسئله علاش؟ مش احنا سؤال على فكره البارح حقنا نعرفوا علاش. يبدو انه الإجابة الأقرب مادام نعملوا في قراءات ما عندناش معطى، الوزارة اللي كانت معنية بمسألة الشركات الأهلية على رأسها شكون؟ على رأسها سي مالك الزاهي، هكا ولا؟ يبدو أنه فما توجه لسي مالك الزاهي، نعرف مليح اللي في الحكومة اللي موجودة هذية فما تقريبا أبرز زوز وزراء متسيسين اللي كانوا موجودين في مشروع رئاسة الجمهورية وعندهم توجه ورؤية سياسية مش كيما الوزراء الأخرين اللي تقريبا كانوا إداريين ولا جايين من الإدارة التونسية، هو سي مالك الزاهي وسي كمال الفقي. يبدو أنه فما توجه لإخراج ملف الشركات الأهلية نهزوه من عند وزارة الشؤون الاجتماعية على رأسها شخص متسيس، نهزوها للإدارة، نهزوها لشخص من الإدارة موجود مستقل، ما ثماش لا توجهات سياسية حتى يعني التعامل باش يكون إداري مع مسألة الشركات الأهلية. لماذا؟ لأنه فما نوع من الفشل لليوم، الشركات الأهلية فما نوع من الفشل في البروسيس إلى حد الآن. من وقتاش نحكيو على الشركات الأهلية؟ من وقتاش تم سن القانون فعليا تاع الشركات الأهلية؟ في 20 مارس 2022. دونك 20 مارس 22 دونك مبدئيا فوتنا العام. لا فوتنا العام لكن قريب نعملوا عامين. دونك يبدو انه فما توجه انه تخرج الوزاره هذه تمشي للجانب الاداري في الدوله التونسيه عن طريق خلق كتاب الدوله خاصه بالمساله هذه، اسوه بالتجربه اللي صارت في جمن اللي كانت في اتجاه الاقتصاد التضامن الاجتماعي نموذج. هذه النقطة الأولانية كقراءة خاطر ما عندناش معطى. فما نقطة ثانية وليد اللي ني مانيش فاهم اليوم جوستومون كيف نحبوا نهزوا ونحبوا ناخذوا كمثال مثلا اللي صار في جمنة. يا أخي
ما هو يلزمنا نفهمه حاشتنا نحن بقانون الاقتصاد التضامن الاجتماعي، والا شنو العلاقه، والا شنو وين نقاط الالتقاء ما بين القانون التضامن الاقتصاد التضامن الاجتماعي وما بين الشركات الاهليه؟ خاطر يلزمنا نفهموا اساسا، ما نعرفش كان ملاحظين والا اللي فما نوع من اللخط. خاطر تعرف اللي على مدى اشهر طويله كان فما نقاش كبير في المجلس ما يسمى بالعشريه الفارطه، كان فما نقاش كبير على القانون هذا باش مجلس النواب على الاقل نقطه من النقاط المضيئه اللي كانت موجوده انه هل القانون هذا تمت المصادقه عليه، القانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي. اليوم نحكيه على الشركات الاهليه وليد، اللي هي في نفس التوجه، في نفس عندها نفس النقاط الالتقاء مع المشروع هذا نتاع قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي. فاليوم يلزمنا الحقيقه نفهموا ما بين شركات اهليه وما بين القانون التضامن الاقتصادي والاجتماعي، الاقتصاد التضامني الاجتماعي، شنو هو اليوم هاللخبطه هذه اللي موجوده نوع من اللخبطه، ماناش عارفين الحدود ما بيناتهم كيفاش باش يطبق مساله الشركات الاهليه وغيره. دونك هذا في علاقه بعد اذنك ذي جوست تصحيح، انا قبيله قلت من 10 ايام والانترفيو تعدات في 14 جانفي 2022 دونك من عامين وعشرين. الكلام هذا تحكي فيه هي يعني ماهيش وزيره يعني في كل الحالات، في كل الحالات هذا ما يبدلش برشا حاجات. لا مي اللي انا باش نسالك عليه ونحب حتى هاجر وزينب يعطيوا رايهم في الموضوع، احنا اليوم نحكيه على منصب وزيرة اقتصاد وتخطيط في الحكومة. من المفروض وزيرة الاقتصاد والتخطيط هي اللي تعطي التيمبو في كل ما يهم الشأن الاقتصادي. بمعنى اليوم وقت اللي فريال الورغي تجي تبدا الاكزيرس بعد المصادقة على قانون المالية، اليوم عندك على الاقل عام 2024 ما نتصورش اللي باش يكون عندها اون مارج دو مانوفر كبيره برشا، خاطر غير برشا صحيت. لكن على الاقل باش نجموا نبداو نحكموا على قرارات والا التوجهات الاقتصاديه الكبرى لفريال الورغي باش نشوفوها هذا في قانون الماليه نتاع سنه 2025. من المفروض يلزم وزاره الماليه تنزل الافكار الكبرى نتاع وزاره الاقتصاد والتخطيط وما ادراك ما التخطيط باش نشوفوهم في قانون الماليه الجاي. ما وليد انت تحكي راك في تحكي في في افضل الحالات وامثالها، وقت اللي يبدا فما عند نحن راه نحكي له هنا على 6 شهور. ما تنساش وليد راهو عمليه ما هيش راهو انت ماكش لهنا امام مجموعه من الوزراء اللي جايين باش في بدايه عهده ولا في بدايه مشوار باش يعطيك الطرح نتاعه والتوجه نتاعه وانت من بعد تحاسبه. انت ديجا عندك 6 شهور شغور. معناها اي ما شغور، علاش تخلق شغور؟ هذا هو معناها 6 شهور كي يجي شغور حاجه معناها معناتها حاجه رغم عندنا معناتها كيفاش هي سيركونستانس معناتها ماجور سيركونستانس معناها حدث حدث قاهر حدث قاهر ميرسي. دونك وقتها نجمو نحكيو على 6 شهور. اما انت نحيت وزير وحطيت وزير ومعضله من المعضلات ان كاد فورس ماجور ميرسي. واحده من المعضلات الكبار معناها نتاع اكثر من 10 سنين الاخرانيين هي لا نون كونتينيتي. راهو مازال وزير دخل للوزاره يحل في الدوسيات يفهم، وانت قبيله قلت هي فاهمه وعندها فكره، راهو مش كيما فاهمه وعندها فكره، راهو كيما تدخل وش باش تلقى معناها كونكريتمون. عندها مسؤوليه فاهمه الدياغنوستيك ما نعرفش مازال ما نعرفوش واش عندها فاهمه باش تعمل ولا الدياغنوستيك. انا جو سوي سور اللي باش تدخل للوزاره باش تكتشف برشا حاجات معناها حتى لو كوتي ادمينستراتيف وبيروقراتيك معناتها اليوم اللي معناتها اللي يقصده المونك دو كونتينيتي. اللي كل عام وزير راهي معضله كبيره، راهي عطلتنا فيها 13 سنه لدرجه كبيره. مشكله هذه من بعد الثوره خليت حد يخدم معناها هو حتى في ما معناها الكلام اللي كان موجود بعد 25 جويلية شكون فما نوع من القطيعة على جميع المستويات. حاجة من الحاجات اللي ما قطعناش معاهم انه ان هل ما ثمش هالتواصل على مستوى المناصب، حط وزير نحيوه يعني اليوم زاد ما تخزوش كان هذا راهو في المنظومة اللي نحن موجودين فيها. انت الحقيقة توجب معناها حطيت ايدك على نقطة مهمة برشا اللي هي في المنظومة اللي نحن موجودين فيها اللي هي ما هيش منظومة متاع ما هوش نظام رئاسي، هو بلوتو ان ريجيم بريزيدونسياليست، نظام رئاسوي وين السلطه الكل مركزه عند رئاسه الجمهوريه. سلطات راهو كيف نحكيه على رئاسه الجمهوريه اليوم. شوف الشغل اللي موجود عندك في الولايات. يعني شوف راهو بالمنظومه اللي موجوده حاليا نرجعوا كي نرجعوا نثبتوا في الدستور راهو مش الوزراء
هما الحلقة الثانية بعد رئاسة الجمهورية، راهو بالمشروع طرحته رئاسة الجمهورية الحلقة الأقوى الثانية هما الولايات، على خاطر هما باش يباشروا مباشرة في الولايات وفي المناطق نتاعهم. اليوم شوف عندك الشغور، قد ما نعرفش قداش عندنا من شغور في الولايات وقداش عندنا نحكيوا عليه. راهو المشكلة ماهيش كان في الحكومة، شغور وشغورات على مستوى الحكومة، راه شغورات اختيارية، هذا اللي حبيت نقوله. معناه ماهوش كما قال وليد كات فورس ماجور، مش ملقينا روحنا قدام معناتها أمر جلال أقوى منا، فهمتني؟ احنا اخترنا معناه. قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024 زي. نظمت هيئة الخبراء المحاسبين البارح ملتقى تحت عنوان قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024 بإشراف وزيرة المالية سهام البوغديري وأبرز الخبير المحاسب محمد التريكي خلال تدخله اليوم في برنامج إكسبريس، وأنه تم التطرق خلال الندوة إلى الشأن العام للوضع للبلاد والوضع الاقتصادي في تونس وفي العالم، وأشار إلى أن جدولة الديون مستقبلا في تونس باش تكون دون فائض، خاصة وأن الخطايا أصبحت تمثل عبئا كبيرا في البلاد. هو فما حاجة باهية صارت في قانون المالية عام السنة، هي العفو الجبائي، كنا نستناو فيه وهو مقترح من عند مجلس النواب، والحاجة الباهية اللي طرقنا لها البارح الجدولة نتاع الديون باش تصير من غير فائض، القرار من الوزارة خرج، الجدولة كانت قبل باش تاخذوا جوست فكرة كيفاش كنا في العفاء نتاع 22 بارابور للعفاء نتاع 24، كنا قبل الجدولة ما نجمش تعمل جدولة على خمسة سنين، كان كيبدا أصل الدين يفوت 4 مليون دينار، 4 مليارات من المليمات، هنا في العفو الجديد نحكيو على مليار كهو، إدارة كانت متساهلة في الجدولة، سهلة بالباهية تما، عملت فور كبير ومشكورة في الشيء هذا. لأن القطاع الموازي الأكثر حاجة نشوفها هنا هما خطايا التأخير، خطايا التأخير ولا ياسر مش فيه بصفة عامة، كل ما هو عملية مراقبة جبائية قد الأصل قد الخطايا، هو أهمهم العفو، وطرقنا على كل ما هو معناتها مشاركة في صياغة القوانين ولا في كل ما هو تعريف بالجباية، قلنا أنا فما مونك دو بوبليكاسيون، فما أكثر تعريف بالإجراءات مش الشركات القرض فيهم. البارح في قانون المالية كي عملنا الندوة فما ما نظنش صوت حصلوا، لكن تهتمينا برشا بالشأن العام تاع الاقتصاد نتاع تونس، كل ما هو مالية عمومية وكل ما هو وضع النمو في العالم بصفة عامة، معناتها حطينا تونس في الإطار العالمي نتاعها. وفي الجزء الثاني من الندوة البارح دونك طرقنا كل ما هو إجراءات جبائية، عندنا برشا امتيازات جدد جبائية دونك طرقنا لهم، أهمهم نحكيو على التشجيع للاستثمار، عندنا إحداث الشركات الجديدة، تشجيع الشركات الناشئة، إدراج الشركات بالبورصة، طرقنا زادة كل ما هو إجراءات جديدة، كل ما هو أتوات جديدة كيفاش باش نطبقوهم، على خاطر كان القانون المالية مش واضح. العفو فيما يخص الخطايا وخاصة معناها لي روتار فيما يخص تسديد القروض، يقول لك أصبحت تمثل عبئا كبير، وبالتالي سداد الديون من غير فائض، هنا نحكيه على ديون الشركات. الشركات أساسا. وبالأساس الشركات. صحيح. هو ليد ما نعرفش راهو كيف نحكيه على قانون، كنت نسمع الحقيقة في الأخر جلب انتباهي جست النقاط الأخرين تاع تشجيع الشركات الناشئة، تشجيع الاستثمار وغيره، هل هذا ترجم في قانون المالية يعني اليوم كيف نحكيه؟ علاش خلينا ما نسرحوش عندنا باز ننطلقوا منها، اللي انت حكيت بكري على الوزيرة السيدة وزيرة الاقتصاد وليد، كنت اشرت لنقطة مهم، انطلق المنطلق نتاعك في انه في تحديد مسار السيدة الوزيرة ووزارة كاملة كيما وزارة الاقتصاد، تخطيط المنطلق نتاعك كان شنو في ظل غياب انه المعلومة اللي ما عندناش وزير يخرج يعطينا هو برنامج، المنطلق نتاعك كان شنو اساسا باش انت حكمت قلت انه ما تنجمش الوزير هذه تعمل حتى شيء على الاقل في العام اللي نحن ماشيين فيه هذا؟ علاش المنطلق نتاعك هو قانون المالية؟ قانون المالية هو اللي يحدد الملامح تبع سياسة الدولة فيما يخص الجباية. وليد فيما يتعلق بالجباية، ونحن نحكيه على الجباية، قلت لك جلب انتباهي النقطتين هذوما، مسألة الجباية وتشجيع الاستثمار. طيب هو قانون المالية راهو ماهوش عملية محاسباتية، قانون المالية راهو مثلا مش كيما يتعمل قانون مالية مثلا في الصين كيما يتعمل قانون المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، راهو يعكس توجه ورؤية بالأساس سياسية إيديولوجية. أنت شنو عندك تحب، وين تحب تهز الدولة هذه؟ نسألك في علاقة بالنقطتين هذوما، هل واضح توجه الدولة فيما يتعلق بالنقطتين هذوما في قانون المالية؟ خلينا ديما المرجع نتاعنا يكون قانون المالية. الإجابة هي لا. تو وليد نعرف اللي مش دورك باش تجاوب بالحق. لا الإجابة هي لا. مثلا في علاقة بتشجيع الاستثمار، ناخذوه كباب تشجيع الاستثمار شعار، هل ترجم هذا في قانون المالية؟ هل شجع فعليا؟ معناتها بالعكس. لا هذا ولا اللي قبله ولا اللي قبله. دوك زايد.
يعني بالحق راهو اليوم كأننا ندوروا في نفس ستانسيرك بالحق حلقة مفتوى. سي محمد التريكي كان يحكي على بين الظفرين محاربة التجارة الموازية والاقتصاد الموازي ومحاولة دمجه. والبارح سمعناها في تصريح لوزيرة المالية وما فما حتى شيء في قانون المالية يفيد او يحيلنا الى هذا. كي تحكي على ليكونومي باراليل يا وليد انت حليت دوسي اخر هذاك شانتي اخر. ليكونومي باراليل معناها راهو ريت انكور اون فوا قانون الماليه بعيدا على الديفينيسيون اللي تتعطى له نتاع عمليه محاسباتيه رؤيه وتوجه سياسي بالاساس انت قاطره وين مش تحب تهز الدوله. ليكونومي باراليل ما عادش نحكي انا شخصيا ما عادش نحكي على قانون الماليه ما عادش نحكي على الاقتصاد الموازي بداية يعطيني بوادر ثم تشوف في بوادر محاولة لإدماج الاقتصاد الموازي راهو بقات هذي. تعرف المشكلة شنو هو دي المشكلة هذي كله بقى مجرد شعارات. الأرقام كنشوف 80,000 مؤسسة اللي 80,000 مؤسسة في تونس عندها ما بين موظف وخمسة موظفين 18,000 مؤسسة عندها من 5 ل 50 موظف و 2600 مؤسسة عندها من 50 موظف فما فوق. هذوما الكل إشكالياتهم راهو بالحق وكأن أدرنا ظهورنا للناس هذوما. وهذه أونتروتر مسؤولية وزيرة الاقتصاد. أنا ما وافقكش وليد في علاقة بقانون المالية مثلا في الإجراءات الحينية لإيقاف النزيف ما نوفقش وقت اللي تقول لي السيدة الوزيرة الاقتصاد والتخطيط ما تنجمش تاخذ قرارات اللي ربما تتعطل على المستوى القصير على المستوى المتوسط والبعيد. أما حينيا يلزم يكون فما مجموعة من القرارات خاطر سينو مش يكون عندك دي بي ام مثلا كل يوم انت عندك دي بي ام يسكر صحيح كل يوم صحيح. والنسيج الاقتصادي تعرف مليح وليد النسيج الاقتصادي التونسي قائم اساسا على كالنوايو هذاك اللي هما دي بي ام واللي هو قاعد يتلاشى واللي هو قاعد يتلاشى. نمشيو مع قراءة لعناوين الأخبار في نشرة مفصلة جينا بعد ساعة من الآن ناخذ عناوينها من عند صفية المحرر. أهلا وسهلا بك صفية جاوبني مثال صفية. مرحبا بك وليد مرحبا بكل السادة المستمعين. Les titres de l'actualité. Le Mag Express. جانا معكم في لوماغ اكسبريس ومواصلين حتى كشي للسبعة. وليد برحومة في الميكرو معنا هاجر بوجمعة زينب الباستي وذياء البوسلمي في السجو في محاولة لقراءة أخبار الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. نحكي على مناخ الأعمال غير ملائم. هذا ما جاء في رأي المهنيين. اعتبر أكثر من 91% من المهنيين في المجال المحاسبي أن قانون المالية لسنة 2024 غير ملائم لمناخ الأعمال بحسب ما أظهر صبر أراد بشأن الجباية ومناخ الأعمال للفترة ما بين 2017-2024 تولى عرض الخبير المحاسب أنيس اللوهابي. واستنادا إلى صبر الأراء اللي يتم إجراءه خلال شهر جانفي فإنه 68.3% من الخبراء المحاسبين يعتبروا أن مناخ الأعمال في تونس لم يشهد أي تحسن منذ سنة 2017. وكشف الوهابي في السياق هذا أنه 43.3% من المحاسبين عبروا عن أسفهم لأن الإجراءات في المجال الجبائي المتخذة منذ سنة 2017 شوهت بشكل كبير مناخ الأعمال. ودعا أنيس الوهابي إلى استعادة مناخ الثقة مع المستثمرين وإرساء نظام ضريبي قائم على الثقة وضمان المزيد من الأمن والاستقرار القانوني فيما يتعلق بالتشريعات في المجال الجبائي. نحكيه على صبر أراء من 2017 إلى 2024 دونك هذه الفترة اللي المهنيين في المجال المحاسبي أدلوا برأيهم فيها. 43% يعتبروا كونه الإجراءات شوهت مناخ الأعمال ذي شوهت هو تقريبا وليد كونتينيوتي اللي كنا نحكي فيه قبل هذا يعني في علاقة بالإجراءات. أنت حكينا على قانون المالية هذا ما أنت قلت لي هذا من قبل ما كانش فما لا ترجيع على الاستثمار لا تحسين لمناخ الأعمال وغيره. عادي معناها هذا كونتينيوتي اللي كنا نحكي فيه وليد كيف نشوفه كلام على مستوى تصريحات ولا على مستوى توجهات للحكومات المتعاقبة بما فهم حكومة السيد أحمد الحشاني اللي موجود حاليا. لأن أساسا نحكي على توجهات ورؤية رئاسة الجمهورية لأن الحكومة وفاند كونت حاليا ما عادش نحكي على حكومة رؤية حكومية نحكي على حكومة تطبق رؤية رئاسة الجمهورية. عادي أنه يكون فما
عاد ينفكوا فما نوع من القلق ولا الاجماع ما هوش اجماع، هو نحكيوا على 47% ولكن عدد كبير برشا، تقريبا نصف نتاع الفاعلين في المجال هذا يا وليد رام يعتبروا انه فما اشكاليه على مستوى مناخ الاعمال. انا حقيقه في علاقه بالجانب في علاقه بالجبايه قانون المالي وغيره، هذايا نقطه حكينا فيها. ما زاد لو ما تنساش اللي نحب ولا نكره اليوم اللي صاير وليد، اللي صاير وهذا حتى في تقارير العديد من المنظمات الدولية، اللي صاير زاد على المستوى السياسي يؤثر بشكل كبير برشا على مناخ الأعمال. يعني اليوم انت تشوف إيقافات، تشوف توانسة يحكيوا في العديد من قصص في تونس ولا في العديد من المنابر الاعلاميه البر، يحكيوا على غياب للاستقرار السياسي، نحكيوا على ناس رجعنا بالتوالي، نحكيوا على حريه التعبير. انت ايش تنتظر انه هذا باش يحسن مناخ الاعمال؟ فما حتى نوع من الوصم للناجحين من رجال الاعمال اللي هما للاسف الوصم في اتجاه كونه فما فساد ولا اللي عنده فلوس معناها راهو فاسد نظام ما ومن سلطه ما، وبالتالي هذا راهو وليد حتى وان لم يقصد على الاستثمار. هذا حتى وان لم يكن مقصود من طرف الخطاب المسوق من السلطه بطريقه غير مباشره، ولا هذا هو الموجود، على خاطر انت خلقت نوع من المناخ جوستومون اللي يخلي اي حد عنده فلوس اليوم محل اتهام وموضع اتهام. يعني اليوم انت راهو تحكي على الجانب السياسي وليد، راهو مهم برشا، راهو مهم ومهم ياسر. وحكينا في مجموعه من القضايا، مثلا القضايا اللي متعلقه بالاموال المنهوبه مثلا، تعرف مليح اللي كانوا فما مجموعه من القرارات واحكام قضائيه وتم الارتكاز فيها اساسا من طرف الناس اللي نهبت الدوله التونسيه وليد. الحجه الاساسيه اللي كانت موجوده هي حجه عدم استقلال القضاء في تونس فيما يتعلق بقضايا الاموال المنهوبه. دونك راهو سيتان تو، مش من فراغ انه نصف الفاعلين في المجال المحاسباتي اليوم يقول لك راهو فما اشكاليه على مستوى مناخ الاعمال، وحتى بالنسبه لهم هما باش يمارسوا المهن نتاعهم، بعيدا حتى على قانون المالي، انسى قانون المالي، اليوم فما حاجه اشمل، اليوم السياسه في حد ذاتها. مهنه المحاماه تعيش فتره صعبه، هذا اللي باش نحكيو فيه تو سويت. أكد عميد المحامين الأستاذ حاتم المزيو أن مهنة المحاماة تعيش فترة صعبة، لكنها متمسكة بالقيام بدورها الوطني بما في ذلك الدفاع عن حقوق الأفراد والحقوق السياسية. وأشار حاتم المزيو في تصريح المزيكا فامي لأن الحكومات السابقة لم ترد منح المحاماة قيمتها الحقيقية رغم تعدد المطالب للقيام بإصلاحات عديدة منذ سنوات طويلة، وشدد على ضرورة أن يكون المحامي حر، ونبه إلى أن التضييقات اللي تطالهم من شأنها أن تؤثر على نفسيتهم وعلى الجو العام للمهنة بصفة عامة. وفق قوله محاماة اليوم تعيش فترة صعبة الحقيقة، صعوبات كبيرة على جميع المستويات، لكن هي قائمة بدورها زاد. علاش؟ لأنه احنا منذ سنوات ونحن نطالب بإصلاحات عديدة. المحاماة التونسية قامت بدورها النضالي وتناضل وتتكلم وتدافع على الحقوق والحريات وتقوم بدور وطني، وهذا عنده ثمن غالي طبعا. وجميع الحكومات للأسف السابقة ما حبتش تعطي للمحاماة حقها ومكانتها الحقيقية والإصلاحات المطلوبة، ومعنا توا سنوات ماخذين حتى مكتسبات بين ظفرين، لأنه احنا كي نقولوا مكتسبات مش قطاعية، مكتسبات للوطن، يدعم دور المحاماة، يدعم دور الدفاع، ويدعم الدفاع عن الحقوق والحريات. نحن اليوم راهو في تونس مازلنا المحامي غير وجوبي في عديد المجالات، في المقابل المحاماة وقع إغراقها بالعدد كبير من يعني الترسيم في المهنة، لأنه كانت الباب محلول على الترسيم بالشهادة الدراسات المعمقة ومع شهادة كفاءة لمهنة المحاماة مع القضاة اللي يدخلوا بعد التقاعد والمستقلين. عدد كبير قفز من 4000 محامي قبل سنة 2000 إلى أكثر من 9170 الآن. هل هناك استهداف للمحاماة كمهنة؟ هو السيد العميد يحكي نوع الاستهداف، هو يحكي على الجانب القطاعي وما عنده حتى علاقه الكلام، حسب الكلام اللي فهمته انا ما سمعتش الحقيقه، باش نكون الامانه ما سمعتش الانترفيو كامل. الكلام اللي كنت نسمع فيه هو نحكيه على اشكاليات على مستوى الترسيمات اللي تفتح، مستوى اشكال اجرائي، يقول لك عدد المحامين من 2000 كان 3000 ولا 4000، اليوم نحكيه على تقريبا 10000 محامي، 9100 محامي.
الإشكاليات فيما يتعلق بإشكاليات قانونية، حضور المحامي في العديد من أنواع القضايا وغيرها من الإشكاليات اللي أشر لهذه. فما الحقيقة جانب آخر وليد في علاقة بالمحاماة، اللي هو اليوم للأسف يعني عمادة المحامين صوتها ما هوش عالي، يعني نحب ولا نكره في علاقة بالحريات، يعني ذيره فيما يتعلق باللي صاير بمسار 25 جويلية وغيره. تقريبا كان فما موقف متناغم مع السلطة منذ تقريبا السيد العميد ابراهيم بودربالو، حتى بعد سي حاتم زيوي كان نفس الموقف، ما سمعناش، ما كانش فما بريز دو بوزيشن من الخرق الواضح للحريات اللي موجوده في تونس، الا فيما يتعلق ببعض الحالات اللي كانت تتعلق بمحامين، فما حتى محامين اخرين ما كانش فما حديث عليهم، وهذا موقف ماهوش لا يتماشى مع موقف المحاماه، اللي على فكره معناها حتى كنت سمعت ان السيد العميد في اكثر من مره كان حكى على انه المحاماة لا لتسييس المحاماة ولا حاجة، يمكن ماشي في الاتجاه هذا، راهو المحاماة تقريبا منذ بدايتها في تونس تاريخها، ترجع تشوف التاريخ المحاماة كانت سياسة يعمل في السياسة مسيس، يعني الحبيب بورقيبة راهو سياسي، صالح بن يوسف صالح بن يوسف راهو محامين، باجي قائد السبسي راهو محامي، تقريبا نحكي على 80% من البرلمانات اللي كانت موجودة ولا 70% تقريبا كانوا كلهم يا دي جوريست يا إما أساتذة جامعيين في القانون يا إما محامين، يعني راهو الحديث زاد فما جانب سياسي. أنا قطع النظر على الجانب المطالب اللي موجودة لتحسين المحاماة كمهنة فيما يتعلق بضمان الحق في التقاضي، ان يقول لك المحامي اليوم في تونس مش في كل الحالات موجود، راه في بعض الحالات نطالبوا ان يكون موجود، مطالب قطاعيه من نوع انه اجا نحدوا كيفيه قبول ولا الترسيم في جدول المحامات، اجا نشوفوا الوضعيه الاقتصاديه اليوم والاجتماعيه للمحامين، هذا الكل اوني داكور. اي موقف العماده اليوم، موقف العماده اليوم اللي صاير، موقف العماده من المسار ككل، اليوم فما اشكاليات اخرى، اليوم العماده وكانه الموقف الصوت اليوم نتاع العمادة وكأنه العمادة كيف ناخذ الرباعي الراعي للحوار اللي خذاه جائزة نوبل، وكأنه العمادة مع الماتر مزيو ما حدتش برشا على الخط اللي كان مع السيد إبراهيم بودربالة، وخذت ركن مع اليوتيكا في فيما يتعلق بالشأن العام، يعني اليوتيكا من با حتى تدافع على منظوري. هنا اسمعوا مش نخرجوا فاصل قصير، راجعين موصل معكم المشوار في لوماج إكسبريس حتى لوماج إكسبريس. بعد شوية نحكيه على الكورة، مازلنا نحكيه على الكورة في أشتاق وردود أفعال التوينسة بعد الانسحاب المر البارح من كأس أفريقيا، انسحاب مر ولكنه منطقي زادة، بش نبدأ واضحين مع بعضنا. كذلك بش نحكيه على ماتش الهوند للأسف زادة، قاعدين نحكيه على نتيجة كبيرة لمنتخب مصر حاليا ضد منتخب تونس لحد الآن، نرجع لهم أكثر تفاصيل. نحكيه على التبليغ متاع المواطنين في سنة 2023 في علاقة بإشكاليات النفاذ إلى المياه. المرصد التونسي للمياه سجل 1893 تبليغ من طرف مواطنين خلال سنة 2023 تعلقت بإشكاليات النفاذ إلى المياه. التبليغات هذه تهم وفق المرصد بيئتهم الانقطاعات في عملية توزيع مياه الشرب دون الإعلان المسبق من قبل الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه وتسرب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية، بالإضافة إلى تحركات احتجاجية ضد صعوبة الوصول إلى مصادر مياه الشرب. وفق المرصد احتلت ولاية بن عروس المرتبة الأولى على مستوى عدد التبليغات 187 تبليغ، تليها ولاية نابل 158 تبليغ، ثم قفصة 131 تبليغ. كما شملت صعوبات الحصول على مياه الشرب ولاية تونس الكبرى بشكل هام بعد تسجيل 413 تبليغ سنة 2023 و466 تبليغ سنة 2022. مهم عدد التبليغات، ولكن شنو يصير بعد ما يصير التبليغ؟ حتى هذا اللي يلزم نعرفوه علما وانه باش نبداو زاده واضحين في العالم وحتى في تونس اليوم فما التكنولوجيا الكافيه باش تخليك تفيق بمثلا اذا كان فما فويت، اذا كان فما عطب، اذا كان فما تسرب مياه تنجم تفيق به في الدقائق اللي تتلو البدايه نتاع التسرب هذا. وين هذا؟ في تونس. لا نجموا نفيقوا به. مي انا واحد من الناس، نتصور انتم كلكم والناس اللي تسمع فينا، في احيائنا
قديش من مره نشوفوا اللي فما فويت نتاع ماء فجاه يصير التبليغ وما يجي حد ولايام تبقى المياه هكاك معناها تجري وما ثم حتى تدخل. مش هذاك هو انت ديما تقولها معناتها ديما نقولوها في الماج اكسبريس انه اليوم الانفراستركتور معناتها الغيزو مهترئ ديجا يضيع. تعرف معدل الاعمار قداش هاجر بتاع الانفراستركتور بتاع السونات؟ نتخيل فما ما بين 15 سنة و 19 سنة وفما كاناليزاسيون توصل حتى لأكثر من 30 سنة عمر. معناها ما موصلنيش حتى لل فهمت علاش الفويت يصيروا ساعات وليدة؟ راهو الفويت نشوفوهم بعينينا واللي مش نشوفوا فيهم بعينينا على فكرة. ونعاود ونقولوا نذكر البارح في خطاب مدام نمصية وقت اللي نقرا فيه وقالت اي بون حكيت على برشا نقاط وقالت صحيح هو في الفليحة معناتها عندنا جفاف كنقطة هكا معناتها مروا عليها في الأولية الكرام بالله سامحني اش معناها في الفليحة عندنا جفاف؟ ماذا تعني هذه الجملة؟ هذه راهو ما هي جملة ما تقال من عند وزير معناتها. ليه معناها هي بالنسبة لها معناتها حكيت على عدد هي حكيت على إدماج التجارة الموزية اللي كنت تحكي عليه أنت وقالت معناتها جوانب أخرى من الاقتصاد صحيح واجهنا جفاف في الفليحة حكيت على تراجع القطاع الفلاحي بسبب الجفاف فوالا اللي معناتها راهو الجفاف هذايا معناتها ما هو إلا الا هل لا بارتي معناتها ايمرجونت نتاع لايس فوالا فيزيبل نتاع لايسبيرغ مازالنا باش نشوفوا برشا برشا تراجع المياه في الفلاح على خاطر ماشيين في نهج منذ الثمانينات انه نحن نصدروا الماء نتاعنا كما يقول كما يقولوا اغلب الخبراء كما السي الحبيب العايب مثلا يقول لك اليوم نحن ماشيين في تصدير المياه منذ السبعينات منذ بدايه السبعينات وقت اللي اخترنا انه نمشيوا في الزراعات التصديريه يعني اليوم انت تحكي على جفاف المياه على خاطر ما لقيتش حل بديل انت اليوم ماشي عمدا في استنزاف الثروه المائيه في الزراعات التصديريه باش تمشي تصدر باش تدخل دوفيز باش تصدر مجموعه من الزراعات هذيك باش انت تدخل دوفيز وتستنزف الثروه المائيه ها وسبب من الاسباب سبب من الاسباب وليد في علاقه بالفويت اللي كنت تحكي فيه انت موضوع كبير الحق في النفاذ الى الماء تعرف حسب الاف تي دو اس معدل الاحتجاجات الناس اللي تعمل احتجاجات معدل سنويه حسب الناس اللي تعمل احتجاجات على حقها في الولوج الى الماء على حقها في انه يوصلها ماء على خاطر اونتر بارونتيز السيد الوزير حكيت قلت عندنا جفاف في الفلاحه ولا تراجع كما كانت تحكي يا زينب على فكره في 2024 مازالت فما نسبه كبيره برشا من الارياف في تونس ما يوصلهاش الماء صحيح فما جمعيات نحكيو على جمعيات مائيه اللي عندها اشكاليه كبيره برشا في علاقه بالسوناد في علاقه بالتبذير نحكيو على ناس ما عندهمش الماء في 2024 مش نبدو واضحين ها والمشاكل في علاقه بحق في الماء اتحس من هذا فما قرى اللي المصادر وال بحذاهم هم ما عندهمش الماء بمعنى تلقى يا اما السد يا اما المنبع العين بحذاهم وهم ما عندهمش الماء جست نقرا لكم معناتها من الغابور نتاع البنك مونديال جمله معناها يقول لك شمل تاثير ندره المياه في تونس معظم جوانب التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه اذ زاد الطلب على المياه في السنوات الاخيره نتيجه للنمو العمراني وارتفاع عدد السكان وتنامي احتياجات الري ومن المتوقع ان تؤدي حده الظواهر الطبيعيه المتزامنه مع التغييرات المناخيه القاسيه الى شحف المياه بحلول عام 2050 يعني. ايه لا هجر قريت ليه ليه سونيك معناتها هذوما لي سامبتوم نتاع مرض السيد ظهر معناها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه تقريبا وليد المنتدى يقول لك اللي سنويا المعدل نحكيو على مئات الاحتجاجات تاع ناس تخرج باش تطالب بحقها في الماء في عام العوام فما تقريبا 499 احتجاج في تونس تاع ناس طالب في حقها في الماء راهو مهم موضوع اللي قاعدين تقولوا فيه مهم ياسر لكن اللي انا حبيت نهز ليه الحوار ما يلي اليوم في العالم وحتى في تونس عندنا تكنولوجيات بما يكفي كونك انت كي تضخ ايترا وتلقى حسب الداتا اللي تجيك من ديكابتور في 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 الشبكه نتاعك يجيك كونه في النقطه الفلانيه الديبي قاعد يتيح والا راهو فما فويت ما تعرفها تنجم تحط معناها تحددها جغرافيا وين وتنجم تمشي تبعث وحده للتدخل في الدقائق اللي تتلو عمليه التسرب اللي تصير وتوقف المشكل في وسط راهو تكنولوجيا هذا ممكن علاش ماهوش معمول به على خاطر فما تقصير اللي هو سبب من الاسباب اللي خلات البنك مونديال شنو هو المصدر لانه شهر التالي كان تتذكروا عملنا جورني سبيسيال على التكنولوجيا ودورها في مختلف الانشطه في تونس كان بحذايا مدير سابق للنظم المعلوماتيه في السونات شركه تونسيه لتوزيع المياه
وقال لي راهو المنظومه موجوده، المنظومه راهي موجوده، موجود. راني ما خرجت روتريت الا ما هذايا كانت معناها قابله للتطبيق. يا وليد هذايا راهو كيف ناخذ التابلو دبور الكل، هذايا يدخل في خانه التقصير، التقصير والاهمال اللي هو سبب من الاسباب اللي هزنا انه البنك الدولي يعطي ان كونستا كما اللي كان تقرا لك فيها. يقول لك اللي الطلب يفوق ما... العرض 28% سكان يعني ماهوش ليه راهو فما راهو بالله ما دام حكيت بكري على توا جاني في مخي بالحق الناس اللي تسمع فينا موجود ومتاح في انترنت، هو قديم شويه الفيلم، فما فيلم وثائقي دوكيومنتير نتاع رضا طليلي المخرج التونسي رضا طليلي اسمه عطاشة في ساعة ونص، امشيوا شوفوا الناس بالحق في تونس كيفاش تعمل، ما عندوش برشا الفيلم تقريبا 2018 2017، شوفوا الناس في تونس كيفاش راه وليد نستعمل في كيلومترات راهو باش تجيب الماء. صحيح صحيح، ونحن او ميم طون ماشيين في نفس السياسة اللي كانت موجودة منذ السبعينات، نمعنوا في اهدار الموارد المائية نتاعنا، علاش باش نركزوا مع الزراعات التصديرية. شكرا لك ضياء، شكرا هاجر ابو جمعه، زينب الباستي مواصلين معكم بعد شويه في ساعتنا الثانيه، وش نبداو نحكيو على الكوره لانه هذا هو الترند في ال 24 ساعه الاخيره ما بين خيبه كره القدم، وان شاء الله التدارك اللي هو صعيب شويه حاليا بالنسبه لكره اليد. لانس خايل قلت كرة القدم، قلت بالكش فما حاجة محقة فاتتني معنا تدارك في كرة قلت استنى كيما كوت ديفوار راجعين في الساعة الثانية من لوماج اكسبريس ما تبعدوش.